مشاهدينا أهلا بكم إلى تفاصيل نشاط الأخبار. البداية بالعناوين. ممثلا لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطنية الفريق سعيد شنقريحة في زيارة رسمية إلى صربيا للمشاركة في فعاليات الطبعة العاشرة للمعرض الدولي للأسلحة 2021. أزيد من 1,696,000 طالب يلتحقون بمقاعد الجامعة عبر الوطن، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي يراهن من تيبازا على التحكم في اللغات. الشروع في تنفيذ مخطط صحي خاص بأمراض الصحة العقلية والتكفل النفسي خلال جائحة كورونا وإطلاق موقع للتكفل بأطفال التوحد. مخطط استراتيجي لتزويد المستثمرات الفلاحية بالكهرباء الريفية قصد تثبيت ساكنة وإضفاء ديناميكية تنموية بقرى ومداشر تلمسان. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. بداية، ممثلا للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطنية وبدعوة من وزير دفاع جمهورية صربيا، يشرع السيد الفريق سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بزيارة رسمية إلى جمهورية صربيا ابتداء من اليوم لحضور فعاليات الطبعة العاشرة للمعرض الدولي للأسلحة بارتنير 2021 المنظم ببلغراد من 11 إلى 13 أكتوبر الحالي. هذه هي الزيارة التي تندرج ضمن إطار تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الصربية، ستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك. يلتحق اليوم أزيد من 1,696,000 طالب بمقاعد الجامعة، حيث أعطى وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان إشارة الانطلاق الرسمي للموسم الجامعي 2021-2022 من مدرسة الدراسات العليا للتجارة بالقطب الجامعي بالقليعة بتيبازا. وقد اتخذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدة تدابير، منها مواصلة عملية التلقيح وتحيين البروتوكول الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا والتقييم المستمر لتجربة التدريس ضمن نظام الازدواجية في نمط التعليم الحضوري والتعليم عن بعد. كما عرفت جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا التحاق زيادة من حوالي 10,000 طالب جديد في مختلف التخصصات، فيما تتواصل عملية التلقيح على مستوى الجامعة للوصول إلى المناعة الجماعية والتي انطلقت منذ سبتمبر المنصرم. جامعة الطاهر محمد ببشار شهدت بدورها التحاق 11 طالبا خلال الموسم الجامعي الجديد وسط التزام صارم بإجراءات مجابهة جائحة كورونا وتوسيع عملية التلقيح لكافة أفراد الأسرة الجامعية. محمد بخطة. وسط ظروف تنظيمية محكمة التحق طلبة جامعة الطاهر محمد ببشار بهياكل التكوين حفل الافتتاح حضرته السلطات المحلية والأسرة الجامعية من أساتذة طلبة وموظفين. نبارك للطلبة دخول الجامعي، وإن شاء الله يكون عام تاع جد وعام تاع متابرة وبالتوفيق للجميع إن شاء الله بإذن الله. كما ندعو بهذه المناسبة كل أساتذة إداريين طالبة إلى الدخول والانخراط في عملية التلقيح. إن شاء الله الموسم القادم الموسم الرابع شوفوا دخول اجتماعي عادي لأننا اشتقنا عليه كثيرا. إن شاء الله يكون عام جيد وإن شاء الله نخدموا له، وكاع نتمنى التوفيق كاع للطلبة إن شاء الله. وهذه المدرسة تهتم بتكوين المكونين في الأطوار والملامح الثلاثة الابتدائي والثانوي والمتوسط والثانوي،
منذ نشأتها منذ 2015 إلى الوقت الحالي تخرج منها ما يزيد على 611 أستاذ في الأطوار الثلاثة. ومن أجل الامتثال للقواعد الصحية التي فرضتها جائحة كورونا سيطبق نظام التفويج لتفادي الاكتظاظ داخل المرافق الجامعية. تستقبل هذه السنة 2021-2022 جامعة طاهر محمد بشار ما يقارب 11,000 طالب. ضمن هذا التعداد يسجل 2000 طالب جديد. هاد الطلبة يلتحقوا بجميع التخصصات المتوفرة على مستوى الجامعة بالإضافة إلى العلوم الطبية. للإشارة فإن إدارة الجامعة خصصت أماكن لضمان مواصلة عملية التلقيح للأسرة الجامعية. ومع افتتاح الموسم الجامعي الجديد أدرجت جامعة قاسم الرباح بولاية ورقلة تخصصات علمية جديدة فرضتها سوق والشغل وواقع التنمية بالمنطقة، تقول هاجر بن كرن. التحق أزيد من 30,000 طالب وطالبة بجامعة قاسم الرباح بورقلة التي تعززت في السنوات الأخيرة بالعديد من المنشآت والهياكل الجديدة التي من شأنها أن توفر بيئة علمية وتقنية جيدة للطلبة. من حيث الدراسة موفرين كل الظروف للطلبة وسيرتو سبيسياليتي تاع محروقات هيدروكاربور، هذا زاد فيليار تاعو ملاح، لي بروف تاعو ملاح تاني كاليتي، شغل تقرا تستفيد. في الأول خيرت التخصص تاع سيونس تكنيك باسكو يعجبني بزاف، فيه واش راني حابه نلحق، اون بلوس في ورقلة باسكو قريبه للولاية تاعنا، و مام طون ما لي بروف ولا فاك هنا كامل هايله ما شاء الله. ونتمنى نجاح يعني لكل طالب هنايا ودخول جامعه موفق ان شاء الله يا رب. وما يميز الموسم الجامعي 2021-2022 فتح تخصصات جديدة في طوري الليسانس والماستر والتي كانت حلما لبعض الطلبة في السنوات السابقة. تحصلنا إذن في نهاية الأمر على فتح 3 تخصصات وهي الأورتوفونيا بالنسبة لليسانس وهو تخصص هام وهام جدا بالنسبة للمنطقة ولا يوجد إلا في 3 جامعات بالنسبة لجامعة الشرق الجزائري. التخصص الثاني وهو الذكاء الاصطناعي ماستر، والتخصص الثالث وهو فيزياء طبية العينية فيزيك ميديكال بالنسبة لماستر كذلك. تخصصات علمية هامة تدعمت بكل ما يحتاجه الأساتذة والطلبة في مشوارهم الجامعي، كما ستفتح الأبواب أمام الطلبة على عالم الشغل. في مجال التعليم القرآني التحق اليوم أطفال ما قبل سن التمدرس النظامي بالمساجد والمدارس القرآنية لتلقي مبادئ التعليم الأولي وتحفيظ القرآن الكريم وفق برنامج وزارة الشؤون الدينية والأوقاف العينة من المدرسة القرآنية الشيخ أحمد سحنون بالعاصمة، مع محمد أمين بوتومي. خاصة لدى هؤلاء الأطفال بعد التحاقهم للمرة الأولى بأقسام المدرسة القرآنية الشيخ أحمد سحنون بالعاصمة. الحمد لله على الانطلاقة تاع المدرسة القرآنية، كنا ننتظروا فيها بفارغ الصبر لما فيها التأطير، تأطرنا الأطفال ديالنا وتوجدهم إن شاء الله المستقبل. رانا فرحانين، الشعور تاعنا يعني الدراري هادو اللي دخلوا اليوم يعني فرحانين وماليهم يعني تاني كراهم يعني مسرورين بزاف بيشوفوا ولادهم هكذا في هذا يعني النور اللي رانا فيه هذا، يعني دارهم صغار ورام داخلين يعني باش يعني يحفظوا القرآن يتعلموا. والتدريس بهذه المدارس القرآنية والمساجد سيكون وفق البرنامج المعد من طرف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. في هذا الفرع عندنا مستويين، عندنا المستوى الأول هما أطفال من سن 4 إلى 5 سنوات، عندنا المستوى الثاني 5 إلى 6 سنوات، تسمى أقسام ما قبل التمدرس وأقسام تحضيرية تحضر السنة الأولى ابتدائي، وعندنا منهج تبعوه من عند وزارة الشؤون الدينية. الحمد لله هذا العام عندنا ما يقارب 467 طفل مسجلين، الحمد لله عندنا فوجين، فوج صباحا 11 قسم وفوج مساء 11 قسم، العدد 22 قسم. المدرسة القرآنية في فتحها هذا تراعي دائما البروتوكول الصحي
الذي وضعته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف من تباعد من تلقيح الطاقم التعليمي والإداري الموجود في الدار. وما تضمنه هذه المدارس القرآنية والمساجد لأطفال ما قبل سن التمدرس النظامي هو مشروع تلميذ متشبع بالقيم الدينية وأسس الهوية الوطنية. بمناسبة اليوم العالمي للصحة العقلية، أشرف اليوم وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد بالعاصمة على يوم دراسي حول نظام المرافقة النفسية المتعلقة بجائحة كورونا، وذلك بحضور ممثلة عن منظمة الصحة العالمية وممثل عن اليونيسف ومدير برنامج الأمم المتحدة المشترك لفيروس كورونا. بن بوزيد أكد بالمناسبة على ضرورة مضاعفة الجهود وأن السياسات المعتمدة مكنت من ترقية الصحة العقلية ببلادنا. تتواصل المجهودات في مجال الصحة العقلية على غرار الشروع في تنفيذ المخطط الوطني لترقية الصحة الذي شهد تأخرا بسبب كوفيد-19. إطلاق موقع متعدد القطاعات للمستخدمين والمهنيين خاص بالطب النفسي للأطفال خاصة المصابين بالتوحد في نوفمبر 2021. إدخال أول علاج بديل للمواد الأفيونية والذي تم إنشاؤه على مستوى مركزيين نموذجيين للعلاج أو لعلاج الإدمان، كما سيتم تمديده إلى ست مراكز جديدة مطلع 2022. يسعى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء بولاية ورقلة، يسعى إلى مرافقة زبائنه من أجل تسديد اشتراكات الصندوق وتمكينهم من الاستفادة من التدابير الاستثنائية المقررة على إثر الانعكاسات السلبية لكوفيد-19. المزيد مع فاطمة الزهرة بن عرفة. يرافق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء كازنوس المتعاملين الاقتصاديين والأشخاص الغير أجراء الذين تعذر عليهم تسديد اشتراكاتهم، وهذا بناء على الإجراءات والتدابير الاستثنائية التي أقرتها الحكومة. يستبين هذه التدابير بالنسبة للأشخاص الغير أجراء من حرفيين وتجار وأصحاب مهن الحرة، سواء المكلفين غير المنتسبين ولا المنتسبين المدنيين لاشتراكاتهم. الإعفاء التالي جاءت إعفاء كلي للأشخاص الذين يقومون بتسديد اشتراكاتهم دفعة واحدة أو عن طريق التقسيط. قرارات من شأنها النهوض ببرنامج الاقتصاد الوطني والتخفيف من الأعباء التي أرقت المتعاملين الاقتصاديين جراء تفشي جائحة كورونا. هذه الإجراءات تحفيزية بحكم نزع المخالفات والزيادات المترتبة عن تأخرات في دفع التسديد. قرار يعني في المستوى بحيث أنه يعني يعفي من غرامات التأخير، وهذا يعني عبء يعني يرفع على المتعامل الاقتصادي وعنده متسع من الوقت حتى 31 جانفي 2022. كما وضع الصندوق منصة رقمية تحت تصرف فئة الغير أجراء والتي تمكنهم من القيام بالتزاماتهم عن بعد دون عناء التنقل. الخدمة الحديثة لبريد الجزائر، لا سيما تلك التي تقدمها عن بعد، ساهمت وبشكل ملحوظ في مجابهة وباء كورونا وفي ضمان استمرارية خدمات المؤسسات منتهجة استراتيجية الرقمنة والعصرنة. سارة عبد الصدوق. خدمات متنوعة يقدمها البريد الذي فتح أبوابه اليوم للمواطنين الذين هم في استطلاع دائم لكل ما هو جديد حول البطاقة الذهبية ومميزاتها. ندخل إلى الخاص بطلب البطاقة مباشرة. هناك واجهة فيها تسجيل كل معلومات، عندما ننتهي من كل معلومات قم بالتأكيد من بين الخدمات التي تمكن المستعملها تسديد الفواتير. وتسهيلات أخرى مرتقبة لسحب الأموال دون البطاقة الذهبية من الموزعات الآلية. المواطن اللي ما عندوش كارت ذهبية يقدر يخرج دراهم ديستريبيتر عن طريق لا ترانزاكسيون هادي كارديس اللي رايحين ان شاء الله اترافير هادو لي بورتو فيرت بوندون سيت سيمان ان شاء الله اون فا اكسبليكي المواطن.
في سبيل ترقية وجودة الأداء والاستجابة لتطلعات المواطن وتقديم التسهيلات اللازمة، تنقلت حافلة البريد لمديرية الحماية المدنية لسحب رواتبهم. يوم 9 من الشهر، حيث هذا اليوم مصادف لدفع أجور عناصر الحماية المدنية التي قامت بتسهيلات كبيرة فيما يخص لعناصر الحماية المدنية بعدم تنقلهم إلى مراكز بريد والمواصلات، تنقيص المعاناة الكبيرة على عناصر الحماية المدنية الذين يؤدون مهامهم على أتم وجه وطوال اليوم 24 ساعة على 24 ساعة. مناسبة اليوم العالمي للبريد فرصة للوقوف على ما تم تحقيقه وتقييما لما مضى واستشرافا لما يستقبلنا من تحديات. ومن أجل إضفاء ديناميكية تنموية بالمناطق الريفية والشريط الحدودية لولاية تلمسان، تدعمت أزيد من 300 مستثمر فلاحية بالمناطق الريفية بشبكة الكهرباء الريفية. محمد سلمي. هذه المستثمرة الفلاحية بمنطقة فلوسن بتلمسان كانت بالأمس القريب تفتقد لخدمات الكهرباء الريفية. هي واحدة من أصل 300 مستثمرة التي تم تموينها بهذه الطاقة الحيوية. كل عدد المواتر تاع المازوت فيها بزاف مشاكل، الموتور تاعك اونبان، ميكانيسيان ما كانش راك شايف، ودروك الحمد لله كان عندنا الضوء. الضوء ينقصنا ليفري كيما نقولوا تاع المازوت تاع دوك لي اونبان تاع المواتر كيكونوا تاع اونبان، ونوسعوا كيما نقولوا كي جدوا نوسعوا المشروع كيما نقولوا نقدروا نوسعوا المشروع. وفي الليل تقدر تخدم عادي ما عندكش مشكل. بزاف صوالح ينقزوهم عليك. الخدام تجيبه هنا يقعد لك ما عندهاش اشكال لخاطر كاين الضوء. مخطط استراتيجي بادرت به السلطات المحليه بتلمسان لتزويد المستثمرات الفلاحيه بالكهرباء الريفيه. هناك في ولايه تلمسان اكثر من 670 مستثمره التي تمس كل جميع الدوائر الولاية. قمنا بربط إلى حد الآن أكثر من 300 مستثمرة التي هي في الشغل بالكهرباء، وكذلك هناك نسبة هامة تمس المناطق الحدودية أكثر من 30%. وتقدر تكلفة المشروع ب 300 مليار سنتيم. فلاحيا تشتهر قلعة الشيخ بعمامة بولاية النعامة بإنتاج التمور بمختلف أنواعها. الحاج بن فريحة واحد من فلاحي المنطقة لم يفارق يوما هذه الواحات التي تعد جزءا مهما من حياته. إكرام قاضي. الحاج بن فريحة فلاح من قلعة الشيخ بعمامة بولاية النعامة، تجاوزه للعقد الخامس من العمر لم يمنعه من تسلق النخيل، وهو دليل على حبه لمهنته التي توارثها أبا عن جد. في وقت تذكر في مارس أبريل نطلع للمزبرة والدكار ونطلعون نذكرون النخلة، نعاود نقعدوا واحد ثلاث شهور ولا تقريبا نعاود نطلعوا للنخلة. إذا كان فيها العرجين ياسرين نقصوا منها ونسجدوا العرجون فوق الجريدة. نقعدوا وقت أوت كانت مر البكرية نطلعون لقطوا عادي بليدين. مع اختلاف نوع التمر وتسميته يبقى مصدرا مهما للاستثمار ومادة تجارية واقتصادية نشطة. هو في حد ذاته كان في قلعة الشيخ بعمامة أكثر من 36 نوع، من بينها أغراس أجود وأكثرهم نوع أغراس والفقوس، واحد النوع كذلك يسموه تمرة ياسين. جا ضعيف الإنتاج رغم اللي كاين العوامل تاع الحمان، إلا وأن كانت نقصته النو المطر. تقدر المساحة الإجمالية بحوالي 300 هكتار، تأخذ منها الواحات فقط 224 هكتار بإنتاج يقدر بتقريبا 10,000 قنطار سنويا. رانا في واحد قلعة الشيخ بعمامة تتربع هذه الواحة على 45 هكتار، تتوزع على حوالي 60 فلاح. كل هذه الواحات المزينة بالنخيل المثمر تعد الوسيلة الوحيدة لحصول أهل المنطقة على حاجتهم الاستهلاكية رغم الظروف المناخية الصعبة.
انطلقت اليوم بمحكمة الجنايات بالدار البيضاء بالعاصمة جلسة محاكمة وزير العدل السابق الطيب لوح المتابع بتهم تتعلق بسوء استغلال الوظيفة وإعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التحيز والتزوير في محاضرات رسمية. ويتابع في هذه القضية أيضا شقيق رئيس الجمهورية السابق ومستشاره سعيد بوتفليقة ورجل الأعمال علي حداد الموجودين بالسجن جانبي المفتش العام السابق لوزارة العدل الطيب الهاشمي. دوليا وفي مالي أعلنت الرئاسة المالية عن إطلاق سراح الراهبة الكولومبية المختطفة غلوريا سيسيليا نازفيز، وقالت إن الإفراج جاء تتويجا للجهود المشتركة للأجهزة الأمنية منذ أكثر من 4 سنوات، لتؤكد الرئاسة المالية للشعب المالي والمجتمع الدولي مواصلة جهودها لإطلاق سراح المختطفين من الرعايا الأجانب في مالي. هذا وكانت الراهبة قد اختطفت عام 2017 في كالانغاسو على الحدود مع بوركينا فاسو. في العراق شرع الناخبون صباح اليوم في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة وسط إجراءات أمنية مشددة وتحت أنظار أكثر من 800 مراقب دولي من الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. يذكر أن الهيئة الناخبة في العراق تقدر بحوالي 24 مليون ناخب موزعة على مختلف المحافظات تصوت على أكثر من 3000 مترشح في البرلمان الجديد. في الملف الأفغاني، دعا وفد حركة طالبان المشارك في مفاوضات الدوحة لليوم الثاني والأخير على التوالي، دعا واشنطن إلى عدم السعي لزعزعة الحكومة المؤقتة التي شكلتها الحركة مع احترام كامل للأجواء الأفغانية، مؤكدا قدرة طالبان على مجابهة ما يعرف بتنظيم الدولة. من جانبه يضغط الوفد الأمريكي لتشكيل حكومة موسعة في أفغانستان تضم كل الأطياف السياسية في البلاد وعدم جعل الأراضي الأفغانية قاعدة خلفية لما تصفه واشنطن بالإرهاب. لقي 16 شخصا مصرعهم فيما تم إنقاذ 6 آخرين في تحطم طائرة من طراز L410 كانت تقل مظليين مدنيين في جمهورية تتارستان وسط روسيا حسب ما أعلنته وزارة الطوارئ بالبلاد.